أهلا بكم من جديد. وقعت مصر 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وذلك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار. وتبلغ قيمة استثمارات المرحلة التجريبية للاتفاقيات 12 مليار دولار و29 مليار دولار للمرحلة الأولى منها. لمتابعة وتفاصيل أكثر لهذا الملف بينضم إلينا في الاستوديو الدكتور شريف سليمان الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بك. دكتور، في البداية خلينا نتكلم عن أنه قطاع الهيدروجين الأخضر تحديدا برز يمكن لأول مرة بالشكل الواسع اللي فيه إغراء للعديد من المستثمرين في كوب 27. بعدها تابعنا بتتوالى الاستثمارات 107 مليار دولار استثمارات تأسيسية في السنة اللي فاتت فقط، دلوقتي بنتابع مزيد من الاتفاقيات. إيه أهم الخطوات اللي قامت بها الدولة علشان تحقق هذه الطفرة في الاستثمار في هذا المجال تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكر حضرتك والمشاهدين لقناة إكسترا نيوز. زي ما حضرتك عارفة البداية زي ما حضرتك قلتي بالضبط هي كوب 27. مصر الحمد لله استفادت كتير سواء بنتائج المؤتمر من حيث الكوبونات والدعم للقارة الأفريقية كلها مش بس مصر عشان تستفيد من إنتاج الطاقة الخضراء أو المتجددة. بالنسبة لموضوع الهيدروجين الأخضر، خليني أقول لحضرتك ببساطة الهيدروجين الأخضر هو العملية اللي بيتم فصل فيها ذرات الهيدروجين عن ذرة الأكسجين في المية عن طريق تيار كهربائي. ده طبعا تبسيط مخل، أكيد العملية أعقد من كده. لما بتبقى التيار الكهربائي ده جاي من مصدر متجدد للطاقة فبقى اسمه إنتاج الهيدروجين الأخضر. عندنا فرصة كبيرة أكيد طبعا، زي ما حضرتك أشرتي المشاريع اللي الحكومة قامت بتوقعها هيبلغ الاستثمارات بتاعتها حوالي 40 مليار على فترات 12 و29 بعد كده في مشروعات كتيرة. الأهم كمان إن احنا نستفيد من تركيز الحكومة على مشروعات الطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية، طاقة رياح، وطبعا في طاقة برضو مهمة جدا وتعتبر الأرخص اللي هي الطاقة اللي جاية من الأنهار، لكن ربما يكون بالنسبة لنا في مصر الأحسن هي الطاقة الشمسية وطاقة رياح. طيب، تنافسية مصر في هذا المجال قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة حضرتك شايف ان هي عاملة زي في هذه المرحلة، خاصة انه احنا تابعنا ان في حتى في الجوار عدد كبير من الدول بدأ يدخل على الساحة بشكل كبير؟ طبعا هو كان في مشروع كبير طرحته للسعودية في مدينة نيوم، المفروض انه كان يبتدي انتاج في 2025 على اساس يقوم بانتاج الهيدروجين الأخضر برضو، لكن هو الفرق ان الحكومة المصرية بتولي اهتمام كبير بالقطاع ده وبتولي اهتمام كبير بانها يبقى عندها كل الكوبونات الخاصة بانبعاثات الكربون. وبالفعل هنا سواء الصندوق الخاص باتحاد الصناعات او بوزارة البيئة هما فعلا مهتمين جدا بان مصر تستفيد من العوائد دي. عندنا ميزة نسبية اكيد أهمهم العمالة، وده فرق كبير وواضح، وبالتالي الفترة اللي جاية أعتقد حضرتك هتشوفي ميل أكتر للاستثمار في مصر لأن في وجود بنية تحتية ممتازة جدا. احنا تقريبا الفترة اللي فاتت مصر قامت بعمل حوالي 110 ألف كيلومتر طرق، 10,000 كيلومتر سكك حديدية، سواء إنتاج الغاز الكهرباء الحمد لله مستقر عندنا، وبالتالي فالبيئة الاستثمارية جاذبة للاستثمار. علاوة على كده احنا في عندنا مصادر كتيرة للطاقة المتجددة زي ما قلت لحضرتك أهمهم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. في الحقيقة مجمع بنبان يعني عامل أصداء يعني مهمة للغاية في ثقل مصر في المجال ده. طيب، مواطن القوة إيه في الاتفاقيات الأخيرة يا دكتور، خاصة أنه إحنا بنتكلم عن أنه هتفتح باب واضح لمزيد من الاستثمارات والمشروعات المستقبلية أكثر فأكثر في هذا القطاع؟ طبعا هقول لحضرتك على حاجة. هو أولا إحنا نستفيد بالتكنولوجيا دي، ده عائد مهم جدا.
يبقى في مجال اكتر للتدريب المهني والفني لانتاج الطاقه المتجدده. ده اتجاه مطلوب ان احنا نركز فيه، خصوصا اعتقد ان الفتره اللي جايه هو ده هيبقى المحدد الرئيسي لانتاج الطاقه. نجاح مصر في انتاج الهيدروجين الاخضر بالصوره دي في ضوء امكانياتنا في وجود طاقه شمسيه متاحه تقريبا 90% او اكتر طول العام، عندنا مناطق كبيره اللي فيها نشاط رياح، وبالتالي انتاجنا من الرياح لازم يزيد عن كده بكتير. زي ما حضرتك اشرتي لمشروع بنبان، طبعا نقدر نعمل امثاله اكتر كمان، بس اكيد هنبقى محتاجين تمويل، و التكنولوجيا بقى اللي نقدر نستخدمها ونقدر نستفيد منها عشان نوسع انتاجنا في المجال ده. حضرتك اتكلمت عن المشروعات المتعلقه بالطاقه من الرياح تحديدا، وقلت ان هي ممكن تزيد في الفتره القادمه، ايه العوامل اللي ممكن تؤدي لهذه الزياده؟ ايه اللي ناقص؟ لا والله هو اللي ناقص يعني مش ممكن يكون في عندنا مشكله في تمويل المشروعات دي. طبعا رأي حضرتك ان المكن ذات نفسه والتوربينات دي ذات نفسها مصر ما بتنتجهاش، وبالتالي بنستوردها. لما يبقى في اتجاه ان يبقى في تصنيع للتوربينات دي هنا والقطع غيرها هنا، اكيد ده هيسهل علينا حاجات كتير، لان في عندنا بالفعل مساحات شاسعه نقدر نستغلها اكتر من كده. طب دكتور، احنا دايما بنسمع عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لو تكلم المشاهد بشكل مبسط أعمدة هذه الاستراتيجية هي ايه؟ صحيح، هو الفكرة ذات نفسها زي ما بقول لحضرتك احنا بنستخدم الهيدروجين لإنتاج طاقة كبيرة عن طريق عملية بسيطة بفصله عن ذرة الأكسجين في الماء عن طريق تيار كهربي. عندنا إنتاج كبير طبعا بيبقى كمان خارج غير الطاقة اللي ناتجة من الهيدروجين، بيبقى ناتج أمونيا وده بيستخدم في السماد. فالعملية ذات نفسها لازم تبقى اتجاه قومي، ولازم يبقى ليها استراتيجية عشان نعظم انتاجنا، ودي أهم حاجة في فكرة استخدام الهيدروجين في الطاقة وانتاج الهيدروجين الأخضر. والفرص بالنسبة للتصدير في المرحلة القادمة عاملة ازاي؟ بيتم التمهيد ليها ازاي؟ خاصة انه يعني احنا بنتابع انه في دول اخرى زي الجزائر مثلا عاملة بلان للتصدير لدول بعينها بخطوط معينة، يعني بالنسبة لنا ايه ممكن تكون الاعمدة علشان نلعب على النقطة دي اكثر فاكثر؟ والله هقول لحضرتك على حاجة، اولا احنا عايزين نهتم بالسوق المحلي لان السوق بتاعنا كبير بطبعه. ثانياً السوق المحلي عندنا برضو بيضم دول الجوار، واعتقد ان هم محتاجين الطاقه بصوره رئيسيه. الاوضاع في ليبيا محتاجه كهرباء، كذلك في السودان، الاراضي الفلسطينيه طبعا. فدي اول حاجه تقول لنا ان الانتاج للهيدروجين الاخضر مطلوب وسوقه سواء في مصر او في دول الجوار موجود، ونقدر بعد كده ناخد الخطوه الثانيه بإنشاء طرق النقل المطلوبة لتصديره. طيب دكتور، يعني تفضل بالبقاء معي، احنا عايزين نناقش الموضوع ده على يمكن سكيل اكبر شوية، بينضم الينا لمزيد من التفاصيل حول ملف المشروعات الخضراء عبر زوم المهندس اشرف نصير استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة. اهلا وسهلا يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. باشمهندس، احنا طبعا بنتكلم عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاخيره مع عدد من الشركاء الدوليين، ويمكن احنا بنلاحظ في الفتره الاخيره زياده الاهتمام ويمكن في تنافس بين المستثمرين على الفرص في هذا القطاع تحديدا هنا في مصر. ازاي ممكن يتم العمل على تحقيق هدف مصر في التحول الى الاقتصاد الاخضر؟ بنتكلم عن هامش زمني قد ايه؟ بنتكلم عن عوامل ممكن تحقق هذا الهدف عامله ازاي؟ في الحقيقه مصر ما كانش هتوصل لهذه المكانه الا بوجود خطه مدروسه من الحكومه وحزم من الحوافز الاستثماريه لجذب رؤوس الاموال. زي ما احنا عارفين ان مجلس النواب اعتمد الحزم الاستثماريه، حزم الحوافز الاستثماريه لمشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته خلال الاسبوع الماضي، وده هيؤدي الى زياده الاستثمار وتشجيع رؤوس الاموال الاجنبيه لدخول السوق المصري. لان السوق المصري حاليا هو في مقدمه الدول العالم،
لان هو مشاريع الهيدروجين الاخضر في مصر، مصر تحتل الان المرتبه الاولى اقليميا والمرتبه الثانيه عالميا في مواضيع مشاريع الاقتصاد الاخضر والهيدروجين الاخضر. ايه العوامل اللي خلتها تحتل هذه المرتبه يا باشمهندس؟ عوامل كتير جدا، منها اللي قاله نائب رئيس مجلس إدارة شركة سمارت إنرجي في اللقاء اللي تم مع رئيس الوزراء وتوقيع عدد من الاتفاقات، إن مصر عندها موارد طبيعية وموارد بشرية، موارد طبيعية من الإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمساحات الشاسعة لدخول هذه الاستثمارات على أرض الواقع، وأيضا موضوع تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر من تحلية المياه. عندنا وفرة كبيرة جدا من الطاقات المتجددة، عندنا وفرة كبيرة جدا من الأراضي المستخدمة لهذا المجال، عندنا وفرة في موضوع تحلية المياه، وعندنا حاليا زي ما تفضل سيادة الرئيس في 2020 بتوجه الدولة لإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ووضع استراتيجية الدولة لتوطين الهيدروجين الأخضر، وكلام ده حصل خلال الأربع سنين اللي فاتوا، ووقعنا خلال السنتين اللي فاتوا على أكثر من 14 مذكرة تفاهم وعشر اتفاقات إطارية في هذا المجال، وأيضا خلال كوب 27 احنا وقعنا اتفاقات بمقدار 3.1 جيجا وات. معنى كده ان احنا وقعنا بأكثر من نص قيمة الطاقة المولدة في مصر خلال هذا التوقيت، يعني احنا عندنا أكثر من 50% من الطاقة المولدة بطاقة شمسية وطاقة رياح ستكون من الطاقة المتجددة. طيب مهندس أشرف، يعني تفضل بالبقاء معي. أنا بشرك طبعا ضيفي دكتور شريف سليمان الخبير الاقتصادي في هذا الحوار، ويعني طبعا حضراتكم اتفقتوا على النقاط الرئيسية في فرص مصر طبعا وتنافسيتها في هذا المجال. برجع لدكتور شريف، نقطة مهمة جدا بنتكلم عنها هي العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. دي يعني من العناوين العريضة اللي بتعمل عليها الدولة. إيه اللي ممكن يشجع القطاع الخاص على الدخول بشكل أكثر ثقلا في هذه القطاعات تحديدا؟ طيب، هو طبعا احنا بنتكلم على القطاع الخاص المصري. القطاع الخاص المصري عنده يعني أكيد مطالب كتيرة. ببساطة يهم القطاع الخاص ان تكون بيئه العمل بيئه شفافه فيها حوكمه اكيد، ويبقى فيها حياديه. ده بجانب ان يبقى في حوافز لقطاعات معينه بتتطلبها استراتيجيه الدوله. زي ما حضرتك ذكرتي مثلا، احنا عندنا الاستراتيجيه القوميه لانتاج الهيدروجين الاخضر. لو المجال مهم وبالتالي لازم يبقى في تحفيز للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال. دخول القطاع الخاص اعتقد ان يبقى الفكر في تجزئه العمل والدخول فيه لقطاعات اصغر هيبقى اسهل. خلينا نقول ببساطه، مثلا في شركات قطاع خاص هتبقى مسؤول عن انتاج الخزانات، شركات اخرى هتبقى مسؤول عن توريد الطاقة المتجددة لو عايزين نحصل على الهيدروجين الأخضر. زي ما قلت حضرتك ممكن يبقى أخضر وممكن يبقى ألوان أخرى. لكن دخول القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة لازم يبقى له حوافز، عشان كمان المستثمر المصري يحس إن المجال ده، لأنه مجال جديد، هيبقى له عائد وهيبقى فيه استقرار فيه. دي أهم حاجة. دي نقطة مهمة. طيب برجع للمهندس أشرف نصير. باش مهندس، يعني بنتكلم عن حوافز بيحتاجها القطاع الخاص للدخول بشكل أكثر ثقلا في هذه القطاعات. حضرتك اتكلمت عن الفرص الكبيرة باش مهندس اللي موجودة عند مصر لدى العديد من المصادر للطاقة الجديدة والمتجددة. شايف أنهي من هذه القطاعات أو هذه المصادر ممكن يكون فيها طفرة تحصل أسرع من غيرها في الفترة القادمة، ولماذا؟
هي حقيقة طفرات هتكون طفرات متوازية، لأن طفرة الطاقة المتجددة وطاقة الرياح لازم هيصاحبها طفرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لأن الهيدروجين الأخضر هو المصدر الرئيسي لإنتاجه، هو الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة. بمعنى كده إن الطفرات كلها هتكون طفرات متوازية، وحاليا الدولة عندها القدرة على هذا. زي ما حضرتك تفضلتي وكلمتي والدكتور شريف اتكلم على موضوع ان القطاع الخاص يجب ان يكون هناك يعني شركات صغرى تقوم بهذا العمل، لكن انا احب برضو يعني اتكلم في الموضوع ده ولي رأي في هذا الموضوع، ان شركات القطاع الخاص يجب ان تكون شركات كبرى، وبتكون من خلالها هذه الشركات الصغيرة وليست شركات كل واحدة بتقوم بعمل منفرد. بمعنى أن الشركة الكبرى هي اللي تكون حاكمة لهذا المشروع، ومن خلالها سيكون الشركات الصغرى. وده حصل بالفعل من وجود تحالفات كبرى من شركات أجنبية مع شركات مصرية. ده اللي تم خلال الأسبوع الماضي مع سيادة المعالي رئيس الوزراء، مع في 7 اتفاقات اللي حصلت ما بين شركات أجنبية كبيرة جدا وشركات مصرية هي اللي هتقوم بهذا العمل. ولو سمحتوا لي ان انا يعني اخص برنامج حضرتك واكسترا نيوز، ان انا يعني اديكم فكره ولو بسيطه عن هذه المشاريع اللي الناس كلها بتتكلم عليها خلال الاسبوع اللي فات، يعني بحيث ان انا دي كانت هتبقى اول مره نتكلم فيها عن تقنيات وفنيات خلال في المشاريع دي. يعني مثلا سمارت انرجي السويسرية اللي تم الاتفاق معها خلال الاسبوع الماضي كانت يعني بتقوم بدراسة جدوى لبناء مجمع لإنتاج وتوزيع الهيدروجين الأخضر في مصر بقدرة 1 جيجاوات، وده أول مرة نتكلم في هذا الموضوع، ولكن كل الصحف الأجنبية تداولت هذا الخبر، ويا ريت احنا كلنا فخر ان احنا نتداول هذا الخبر في مصر ايضا. وهذا المشروع مخطط له انتاج 150 الف طن من الهيدروجين الاخضر سنويا، ومن المقرر تحويله الى 830 الف طن من الاي امونيا، الامونيا الالكترونيه، وهيتم استخدام الناتج هذا من الهيدروجين الاخضر في انتاج الاسمده والوقود الاخضر في الصناعات البحريه وتموين السفن، اللي احنا حاليا اول سفينه يعني بتكون ممونه بالوقود الاخضر عدت على ميناء شرق بورسعيد، ومونت هناك ب 500 طن من الوقود الاخضر، ودي اول سفينه. ده كان حدث كبير فعلا بالنسبه لكل المهتمين بهذا الملف. طبعا طيب باشمهندس، يعني حابين نتكلم اكتر عن مزيد من التوسيع في الاستثمارات، وبما ان حضرتك ذكرت مساله سمارت انرجي والقدرات اللي هيوفرها هذا المشروع، وحتى دكتور شريف كان بيتحدث عن تجزئه القطاع لقطاعات اصغر يمكن اكثر منها مساله الشركات الصغرى او الكبرى. برجع لي دكتور شريف في هذه النقطه، دكتور ما دور الرخصة الذهبية مثلا، بما أنه إحنا دلوقتي بنتكلم عن شركاء أجانب هيدخلوا بقوة أكثر، بنتكلم عن إمكانات هيتم توليد بها طاقة أكبر بكتير، إيه دور الرخصة الذهبية في تحريك هذه العجلة بشكل أكبر وأوسع نطاقا؟ طيب هو في الأول إحنا كنا بنتكلم على نقطة إذا كان دخول القطاع الخاص المصري في حدود خبراته في المجال وإمكانياته، زي ما تفضل الباشمهندس أشرف، لو شركات أجنبية فأكيد لازم تبقى شركات كبيرة وأكيد شركات عندها خبرة وعندها تكنولوجيا عشان تقدر تنقل لنا التكنولوجيا دي، ودي أهم حاجة زي ما قلنا في الاستراتيجية القومية للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بالذات. كون أن يبقى في عندنا بدائل محلية، أفضل أن الإجراء ده يبقى عن طريق التبسيط والتجزئة للتشجيع والتحفيز، لأن مطلوب أن أنا أدخل عدد كبير من الشركات عشان تساهم في القطاع ده. فدور الحكومة المنظم هنا هو تشجيعهم وتحفيزهم عشان يقدروا يخشوا المجال ده. ورخصة ذهبية ساهمت لأي مدى؟ الرخصة الذهبية، نيجي النقطة الثانية، الرخصة الذهبية
طبعا هو معالي رئيس الوزراء كان تفضل بيها على اساس انها بتساعد وبتسهل وبتدي حوافز للمستثمرين، اعتقد كانت مايله اكتر للمستثمرين اجانب. وجهه نظري الفتره الحاليه تحتاج بجانب الاستثمار الاجنبي المباشر الاهتمام بالمستثمر المصري، وبرده مش لازم يبقى ليه رخصه ذهبيه، بس يبقى في عنده معامله تفضيليه فيها تيسير فيها تحفيز فيها استقرار، لان هو المهم عندنا هو المستثمر المصري. المستثمر الاجنبي مهم لسببين، اولا نقل تكنولوجيا، تاني حاجه توسيع عناصر الانتاج بتاعه المجتمع، لكن في الاصل هو المستثمر المصري. طيب في النقطة دي برجع للمهندس أشرف نصير. باش مهندس، حضرتك اتكلمت عن سمارت انرجي واتكلمت عن المشروعات اللي بتقوم بيها، ودكتور شريف اتكلم عن أهمية طبعا غير طبعا مسألة المستثمر المحلي، أهمية المستثمر الأجنبي في نقل الخبرات. ممكن حضرتك تدينا نماذج أخرى غير سمارت انرجي مثلا ممكن تكون هتنقل خبرات بشكل أكبر في الفترة القادمة، هتلقي بوزنها أكبر في الفترة القادمة في هذا القطاع؟ هديكي مثالين، مثالين دولت اللي هم شركة يونايتد جروب وشركة اس كي ايكوبلاند. بس قبل ما أتكلم في الموضوعين في الموضوع ده، أحب بس أرجع تاني لموضوع الرخصة الذهبية، وأحب يعني أقول إن فعلا في شركات مصرية حصلت على هذه الرخصة الذهبية، في شركتين مصريتين حصلوا على الرخصة الذهبية. هي شركة مصر للأمونيا الخضراء، هتنتج مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية مقدارها 5.5 مليار دولار، وأيضا شركة مصر للهيدروجين الأخضر لإنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة قدراتها 100 ميجا وات في العين السخنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضا شركة سكاتك النتوجية مع الشركاء المصريين. هي سكاتك دايما يا باشمهندس معروف عنها الوتيرة السريعة في إنجاز المشاريع، هل الشركات الأخرى أو الشركاء الأجانب الآخرين بيتمتعوا بنفس السرعة في تنفيذ المشروعات؟ مهندس أشرف؟ أيوة، وقبل ما أتكلم مهندس أشرف، حضرتك سامعني؟ أنا سامع حضرتك، بس سامعني؟ إحنا كده سامعين حضرتك، تفضل. بس واضح إن الإرسال فصل يعني. قبل ما أتكلم على الشركتين، أحب أقول إن الحوافز الاستثمارية اللي حصلت، إن كل المعدات والأجهزة وكل ما داخل المصانع الهيدروجين الأخضر باستثناء السيارات الملاكي ستكون معفاة من الجمارك، وأيضا ضريبة الدخل والضرائب ستكون سيتم استرجاع من 30-50% من هذه الضرائب للمستثمر سواء الأجنبي أو المصري، وكل الضرائب وتوثيق الشهر العقاري سيكون في أي من المشاريع دي سيكون مجانا. ده القانون اللي تم إقراره في مجلس النواب. هرجع لحضرتك بقى للنموذجين من نماذج الشركات الأجنبية وبالتحالف مع الشركات المصرية. شركة اس كي ايكو بلان الصينية، وده مع شركة البناء الصينية، ده تحالف صيني هيقوم بإجراء دراسة جدوى لمشروع إنشاء محطات شمسية وتوربينات رياح لتوليد 778 ميجا وات من الطاقة الخضراء بيتم استخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأيضا الشركة ستقوم ببناء نظام للتحليل الكهربي للمية، وده أهم موضوع في موضوع عرض الهيدروجين الأخضر، وده أهم حاجة لازم يتم بناء نظام التحليل الكهربائي للمية بقدرة 250 ميجا وات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تصميم نظام يمكن تحويل الهيدروجين إلى أمونيا. دي حاجة من الحاجات الشركات الكبرى اللي دخلت مصر، اللي هي اس كي ايكو بلانت. وأيضا في شركة ثانية اللي أنا كلمت عليها، اللي هي شركة يونايتد جروب في هونج كونج، هي لإنشاء مجمع جديد مش هيدروجين أخضر ولا سماد ولا أمونيا، لإنتاج كلوريد البوتاسيوم.
أكسيد البوتاسيوم باستثمار 8 مليار دولار، ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل لإنتاج 4.1 مليون طن من كلوريد البوتاسيوم اللي هيتم إنتاجها من قدرة كهربية مقدارها 6.1 جيجا وات من الطاقة المتجددة. طيب احنا ممكن نتطرق لمسألة كلوريد البوتاسيوم يا باشمهندس يمكن بشكل فيه تفصيل بعض الشيء، ولكن خليني أخذ النقطة المتعلقة بالحوافز المهمة اللي حضرتك ذكرتها لدكتور شريف. دكتور باشمهندس اتكلم عن بعض الحوافز دي، تعتبر خطوة طبعا إيجابية مهمة للغاية. إيه ممكن تكون الحوافز الإضافية اللي ممكن يحتاجها المستثمر المحلي في هذه المرحلة اللي ممكن تساعده أكثر؟ يعني من وجهة نظري طبعا احنا يعني تركيزنا الأكبر المفروض يكون على المستثمر المحلي في حدود الإمكانيات اللي يقدر يقدمها، إن هو يبقى في عنده حوافز لها علاقة بالتصاريح والموافقات، ويبقى الموضوع بيتعمل من خلال جهة واحدة في وقت معين أيا كان اسم الرخصة أي، مش هي دي مشكلة. يبقى في حوافز ضريبية، مش معناها ان احنا نلغي كل حاجة او يبقى في دعم، بس اهم حاجة ان يبقى الضريبة واحدة مش كذا نوع من انواع الضرائب. مهم ان يبقى في حافز له علاقه بالمشاركه اللي هيقدمها المستثمر. احنا برضو بنتكلم، وانا بميل اكتر لكلامي عن الشركات الصغيره والمتوسطه. الشركات الكبرى والمستثمرين الكبار يقدروا يقدموا اكتر من كده لان عندهم خبره وعندهم تكنولوجي يقدروا يقدموا. ده يمكن لنا يا دكتور للكلام عن التدريب، تدريب الكوادر المصرية علشان في المستقبل تقود هي أو ممكن تكون يعني تنافس على سكيل أعلى الشركاء الأجانب اللي بيمتلكوا خبرة أكبر. طبعا، ولذلك هي دي النقطة الثالثة غير الناحية التشريعية والموافقات أو التصاريح، والنقطة الثانية اللي هي علاقة بالجوانب المالية. النقطة الثالثة زي ما حضرتك أشرتي بالضبط اللي هي اللي علاقة بالتدريب، الشركات الصغيرة المتوسطة المفروض ان هي حابة تدخل المجال ده هيبقى عندها فرصة يبقى فيها تدريب ونقل للتكنولوجيا ليهم، عشان بعد كده يبقوا في يوم من الايام شركات كبرى تقدر تستثمر باحجام اكبر وتفيد السوق المصري اكتر. بما انه تطرقنا لنقطة تفيد السوق المصري اكتر، وحضرتك ذكرت مثال مهم للغاية عن انه في بعض المكونات لو قدرنا ننتجها هنا في مصر هيكون ليها طبعا أبعاد كبيرة. طبعاً. ممكن تقول لنا التفاصيل أكثر عن هذه الرؤية، إزاي ممكن نستفيد من هذه النقطة، إزاي الاقتصاد المصري ككل ممكن يستفيد من هذه النقطة؟ هو يعني طبعا يعني بعيدا عن مجال الطاقة المتجددة، هي نواحي الاستثمار في مصر هي دي المشكلة الحقيقية في الاقتصاد المصري، ما هوش القطاع النقدي يعني هو المشكلة، هو القطاع الإنتاجي، وبالتالي هو القطاع الاستثماري. القطاع الاستثماري هو اللي محتاج يبقى فيه أنشطة كتيرة يتم تفعيلها وتنشيطها بحيث تقوم بمعالجة أي نوع من أنواع النواقص أو تعالج أي اختلالات في السوق. ده من الناحية الاستثمارية نقدر نحط محددات لقطاعات بعينها، القطاعات دي ضرورية ومكملة ومساهمة في الاقتصاد المصري. طبعا قطاع الطاقة المتجددة أكيد محدش يقدر يقول إنه مش قطاع أساسي، لكن في قطاعات أخرى محتاجة دعم. طيب بعود للمهندس أشرف نصير والنقطة المتعلقة بمشروع يونايتد جروب هونغ كونغ المتعلق بكلورايد البوتاسيوم. باشمهندس ممكن تفاصيل أكثر عن هذه النقطة، لأنه دي مش من ضمن المجالات اللي بنسمع عنها بشكل كبير، ممكن تقول لنا أهمية هذه المشروعات إيه؟ كلوريد البوتاسيوم ده يعني منتج مهم جدا كسماد لزراعة الرز والقمح وقصب السكر والذرة والفول الصويا. الدولة اهتمت كتير جدا إنها تنتج هذا المنتج محليا عشان نخفف عبء الفاتورة الاستيراد،
وفعلا الدولة كانت عندها خطة كبيرة جدا لإنشاء مصنع كبير لإنتاج كلوريد البوتاسيوم باستثمار 8 مليار دولار هينتج 4.1 من 10 مليون طن من كلوريد البوتاسيوم من خلال طاقة متجددة، طاقة شمسية مقدارها 6.1 من 10 جيجا وات. يونايتد جروب مع الشركاء المصريين سيقوم بدراسة جدوى هذا المشروع وإنتاج هذا المشروع لإنتاج الكلوريد البوتاسيوم لاستخدامه كسماد لزراعة الرز زي ما قلت حضرتك، والقمح وعطب السكر والذرة والفول الصويا عشان الزراعة المصرية. أحب برضو أقول حاجة اللي الدكتور شريف اتكلم عليها، إحنا كمستثمرين وكصناع مصريين محتاجين من الدولة حاجتين. أول حاجة مزيد من السياسات لتخفيف مخاطر المشروعات للمستثمرين ومؤسسات التمويل، يعني عايزين أكثر سياسات أكبر لتخفيف مخاطر هذه المشروعات. زي إيه باش مهندس؟ زي ما اتكلم دكتور شريف، المشروعات دي محتاجة تمويل كبير جدا، فالتمويل ده بيكون من بره، فلازم يكون في استقرار للسوق المصري عشان خاطر يعرف يصدر هذه المنتجات. كمان ان تكلفه الهيدروجين الاخضر كانت من 8 سنين 6 دولار لكل كيلو جرام، دلوقتي مع التطور الطبيعي والتطور التكنولوجي القوي والمذهل في محطات تحليل المياه وكل الانتاج، هيبقى في 2025 تكلفة الكيلو جرام واحد 2.7 دولار، فلازم الدولة هتقوم بشراء هذه المنتجات بأرقام عادلة للمستثمر. ثاني حاجة لازم الدولة والحكومة تحطها في اعتبارها ان احنا نحدد جهة واحدة مسؤولة عن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. جهة واحدة فقط هي اللي تقوم ومنوط بها تطبيق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ومن أجل سرعة التنفيذ والتنسيق بين كل اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال. هم دول الحاجتين اللي احنا محتاجينهم من الدولة. بالفعل الأسبوع اللي فات بعد توقيع السبع اتفاقات مع رئيس مجلس الوزراء، قام رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر. صحيح. وده انا في حد ذاتها انا شايفها خطوه كبيره جدا في تطبيق الطلبين اللي احنا نطلبهم كمستثمرين وكرجال اعمال، ودليل على مزيد من الجديه من قبل الدوله في تذليل العقبات بشكل اكبر في الفتره القادمه. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر، بس اقول كلمه واحده، المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر يضم قامات كبيره جدا. صحيح. وارجو من الدوله ان يكون ممثل في هذا المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر الاستشاريين ورجال الأعمال المصريين المنوطين بهذا العمل. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا المهندس أشرف نصير، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، على كل هذه المعلومات. وعودة وسؤال أخير لدكتور شريف سليمان. دكتور شريف، حضرتك شايف مستقبل الهيدروجين الأخضر في السنوات القادمة بالنسبة لمصر إيه؟ أعتقد يعني الخطوات اللي الحكومة خدتها بالفعل بتدينا أمل إن شاء الله خلال الخمس سنوات اللي جايين هنبقى متصدرين في المنطقة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وده طبعا يعني حاجة مشجعة جدا. وأتمنى إن شاء الله إن خطوات العمل تورينا دايما كل يوم إن ده هيحصل إن شاء الله. خمس سنوات ده هامش زمني يعني إيجابي للغاية فعلا، إحنا يعني في ترقب لأن واضح إنه الخطوات بتتم بوتيرة سريعة. شكرا جزيلا دكتور شريف سليمان، الخبير الاقتصادي، على وجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا.